القرصة تركت علامة كبيرة مو هيك؟ ايه، وما كان عندي كريم لأدهنها أو كبرت. لهلا ما عرفت شو اللي قرصك؟ شو قصدك دوكس؟ انتي جاوبيني. لا تكون مفكر عندي عشي. شو هالحكي السخيف؟ حكي سخيف؟ أنا منتبه على مشاويرك الكترانه، ديري بالك مني، فيني أحبسك بالبيت وما خليك تروحي غير على المقبرة ومع مرافق كمان. أنت شو مفكر حالك؟ تقدر تتحكم فيي مثل بينالوبي؟ لوين رايحة هلأ؟ بتحبني أقول إنه حبيبي هو اللي ترك هالأثر؟ هيك بدك يعني أقول؟ ما في تروحي لمكان. أنا ما فيني أتحمل شكك التافه. حتى بحالي بشك، لا تلعبي معي. شفت بروسليس طالع؟ صاير شي؟ اليوم طلع تقرير الطبيب الشرعي بخصوص مقتل جيانوس وإجا مشان يخبرني. نعم؟ ليش الطبيب الشرعي فحص الجسة؟ شو قالكن؟ بصراحة كان في عندي صور لجسة جيانوس، فرجيتهم للطبيب. ما جبت اللي سيرتهم. طيب أنت شو كان بدك بالصور؟ وليش فحصتوها للجسة؟ حبيت أتأكد من الموضوع، بس طلعت غلطان. عملت كل هالفوضى وبالأخير كله على الفاضي. كنت شاكك إنه في حدا قتل جيانوس، مو مصدق إني غلطت هيك. لا تلوم حالك على شيء. حبيت تبلغ عن جريمة قتل محتملة نيستوراس، وعرفت الحقيقة وصار كل شيء واضح. ايه، ومن بعد هلأ ما عاد دور ورا شيء أبدا، ورح أوعد حالي إني ما عاد أتدخل بشي بنو. فكرت حالي بطلت هاي العادة بعد ما دفعت ثمن هالشغلة غالي، بس الظاهر ما رح أخلص من هالشغلة لحتى موت. كيف دفعت ثمنها؟ لا تشغل بالك، هاي القصة صارت من الماضي، بس بصراحة هو عبء كبير وأكيد رح ضل شايله طول حياتي. صحتين، أنا شبعت، رح أقوم جهز حالي أنيت.